السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. والنهاردة معانا كوردليس درايفر دريل DF347DWE. ده مفك براغي ومثقاب بقدر استخدمه في تخريم الحديد والأخشاب، بقدر استخدمه في تخريم الحديد عند 10 ملي، وبقدر استخدمه في تخريم الأخشاب عند 25 ملي. عندنا السرعة بدون حمل، بالنسبة للسرعة واحد بتبدأ من 400 دورة في الدقيقة وتصل إلى 1400 دورة في الدقيقة. عندنا أقصى عزم للتثبيت 30 نيوتن متر، ووزن الجهاز اللي معانا النهاردة 1500 جرام. عندنا من ضمن المواصفات اللي بيتميز بيها الجهاز اللي معانا النهاردة إن في اتجاهين، عندنا سرعات متغيرة، عندنا فرامل، عندنا 16 محدد عزم، وكمان عندنا راس بدون مفتاح. من ضمن الملحقات اللي بتيجي مع جهازنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين عندنا الشنطة بتاعته، عندنا 2 بطارية 14.4 فولت 1.5 امبير الجي سيريس، وده شكلها بتيجي زي ما حضراتكم شايفين، ودي تطوير البطارية النيكل كاديوم الحمراء الكبيرة القديمة. طبعا اتوقفت كل المعدات اللي كانت بتشتغل بالبطاريات التقيلة بتاعت زمان، وطوروها للليثيوم ايون 14.4 فولت 1.5 امبير بالحجم ده، ووزنها طبعا خفيف جدا. عندنا شاحن سريع، وعندنا ريشة الفك والتربيط. كمان ده عندنا عرض على الجهاز في شركة حشيم للتجهيزات الصناعية ب 547، ده لو حابين تشتروه اخواننا اللي في السعودية. وده الكتالوج، مع اني ما بحبش اتكلم في الاسعار، لكن ان شاء الله بنعمل لكم حلقه خاصه في موضوع الاسعار ونتناقش فيها مع بعض عشان خاطر نشوف هنذكر الاسعار ولا مش هنقدر نذكرها، لان طبعا الاسعار زي ما انتم عارفين بتتغير بشكل مستمر. خلينا بقى نرجع لجهازنا، الجهاز اللي معانا النهارده، خلينا بقى نشغل كده مع بعض. الجهاز بتاعنا فيه سرعات متغيره زي ما ذكرنا، بتحكم في موضوع السرعات من خلال زناد التشغيل. عندنا بريك اهو، لو لاحظنا اهو الجهاز بيتوقف مباشرة. عندنا اتجاهين، وده مفتاح تبديل الاتجاهات تحت ايدك مباشرة. عندنا 2 سرعة ميكانيكية 1 و2. عندنا وضع التخريم في الحديد والخشب، وعندنا وضع الفك والربط، وطبعا عندنا 16 محدد عزم بقدر ابدل ما بينهم من خلال الشريط الابيض المدرج اللي قدامنا ده. فطبعا بتختار عزم التثبيت طبعا على حسب الحاجه وعلى حسب المسمار اللي انت بتفكه او بتربطه. عندنا راس بدون مفتاح، بلمسه كده تقدر تركب الريشه، وطبعا بتعكس الاتجاه وبتربط عليها كويس. فجهاز محترم جدا، وطبعا وزنه خفيف. كمان عندنا يعني حصريا البطارية الجي سيريس 14.4 فولت 1.5 امبير. كمان عندنا سهولة في التركيب وتغيير الريشة بلمسة واحدة. عندنا متانة وأداء قوي جدا، وده طبعا بيرجع للتروس يعني مصنوعة من المعدن، فده بيدي لك متانة وأداء تشغيل عالي. وعندنا مقبض عليه طبقة من المطاط لمزيد من التحكم والراحة. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم إن شاء الله. أشوفكم على خير.